إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم AOB كندا بالدارجة، ومرحبا بالقناة الأخرى اللي هي AOB إيميغراسيون. إيميغراسيون كندا، وكذلك القناة التعليمية الجد مهمة اللي هي AOB إيميغراسيون، التي فيها دروس تدرس في الثانوي وكذلك في الدب والجامعة كذلك، خاصة المحاسبة وأنظمة المحاسباتية للوجيسيال كونتابل اكسيتيرا. دونك اليوم 3 جوج يونيو 2010، الوزير الأول ديال مسيو فرانسوا لوغو ديال مقاطعة كيبيك قال لهم سيدي غادي نفورميو، سوف نقوم بتكوين 10,000 بريبوزي او بينيفيسيار. بريبوزي او بينيفيسيار في الحقيقة، إذا كان ممكن تكتبوها لي بالعربية ماذا تعني باللغة العربية، خلوها لي في صفحة في صندوق التعليقات. بحثت عنها وجدت أنها مضيفة المستفيدين. و بريبوزي او بينيفيسيار معناه شخص، إنسان يساعد المحتاجين، خاصة الكبار السن الذين يوجدون فيما يسمى بمراكز الإيواء للمعالجة طويلة الأمد، CHSLD، أوكي، يعني Centre d'hébergement et de soins de longue durée. لان تقريبا راه وصلت لواحد تقريبا الوفيات ديال اليوم، الوفيات ديال اليوم الاخوان نعطيكم في الكباك 4713، وكاينه 51 حاله، 51593 حاله، وتقريبا النسبه الكبيره التي توفيت من جراء فيروس كورونا فهم من الشيوخ وكبار السن الذين كانوا في هذه المراكز التي تعويهم وماتوا بسبب قلة اليد العاملة أو قلة من يعتني بهم، فماتوا كما قال اليوم الوزير الأول لمقاطعة كيبك أنهم ماتوا لعدم وجود من يهتم بهم ويتكفل بهم. لذلك قررت حكومة مقاطعة كيبك أن تكون تقريبا 10,000 مضيف للمستفيدين أو بريبوزي أو بينيفيسيار أو مساعدين لأناس يقبعون في مراكز الإيواء والعناية والمعالجة طويلة الأمد. لماذا؟ لأن هاد الأشخاص تنقصوا ما يسمى بالاستقلالية، أي عندهم ما نسميه بالفرنسية une perte d'autonomie. فهؤلاء البريبوزي أو بينيفيسيار ماذا يفعلون؟ مثلا يساعدونهم على نزع ثيابهم، يساعدونهم على لبس ثيابهم، يساعدونهم على قضاء حوائجهم في المراحيض مثلا، يساعدونهم على الأكل، يساعدونهم على أكل الدواء شريطة تحت إشراف ممرضة، يساعدونهم كذلك على التنقل، يساعدونهم على النهوض، على الجلوس إلى آخره. لماذا؟ لأنهم يفقدون الاستقلالية، ils ont une perte d'autonomie، ولا يمكن أن يفعلوا أشياء إلا بمساعدة آخرين ونسميهم بريبوزي أو بينيفيسيار. وتصوروا يا إخوان، لأن الصفحة التي أنشئت من أجل أن يتسجل الناس تقريبا إلى حدود 3:30 اليوم الثلاثاء 2 يونيو تسجلت تقريبا 30,000 شخص، 30,000 شخص، أوكي. وزارة موقع وزارة التكوين وزارة التربية والتعليم العالي MESSS، يعني مينيستير de l'éducation ministère de l'enseignement et de l'éducation supérieure التي تشرح كيف تجري ستجري عملية التكوين،
زارها تقريبا يا إخوان وأخوات 140,000 شخص. فهذا التكوين يا إخوان الذي سيذهب ليتكون سيعطونه أجرا، يعطونه أجرا كل أسبوع ما يقارب تقريبا 760 دولار تقريبا، أقول لكم بالضبط الرقم تمام، 760 دولار، 760 دولار كل أسبوع بروت خام، خام هذا أجر خام. وستبدأ، ندخل الآن في التفاصيل. التكوين سيبدأ ابتداء من 15 يونيو القادم 2020، وسيستمر 3 أشهر في تقريبا 375 ساعة، فيها تقريبا 120 ساعة خاصة بالنظري، بالتكوين النظري فورماسيون تيوريك، والتباقي والباقي ما تبقى خاص بالالترنانس ما بين، يعني هناك تبادل ما بين النظري والتطبيقي. سيكون تكوين في القسم وكذلك في هذه المراكز العناية والمعالجة طويلة الأمد المسمى CHSLD Centre d'hébergement et de soins de longue durée. يمكن أن تراجعوا شريطا الوحيد الموجود في يوتيوب الذي عملته، شرحت فيه ما هو بريبوزي وبينيفيسيير، ماذا يعمل، ما هي الدراسة التي عليه أن يفعلها، الأجر إلى آخره، راجعوا للمزيد من التفاصيل. إذن يا إخوان، هؤلاء الناس الذين تسجلوا لكي يتابعوا تكوينا لمدة 3 أشهر سيتقاضون أجرا كل أسبوع 660 دولار بروت خام، يعني في الشهر تقريبا 3040 دولار، 3040 دولار. سي لا ريمونيراسيون مونسويل اي لا ريمونيراسيون بار سيمين سي 760 دولار خام بروت. وعندما ينهون دراستهم او تكوينهم لمده 3 اشهر سيأخذون ما يسمى شهاده التخصص المهني ASP Attestation de Spécialisation Professionnelle. ستمكنهم هذه الشهادة من الالتحاق مباشرة بمراكز الإيواء والمعالجات طويلة الأمد، يا إما في، لأن هناك CHSLD، هناك هذه المراكز فيها ثلاث أنواع، فيها نوع عمومي تابع للدولة، نوع حر مدعم سيفونسيوني من الدولة، وهناك نوع حر غير مدعم. إذن هناك ثلاثة أنواع من هذه المراكز، هناك CSLD سيفونس إيطاتيك بيبليك، وهناك CHSLD سيفونسيوني، وهناك CHSLD الذين هما حر ولا يتوصلون بأي إعانات أو مساعدات من أو دعم من 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 الدولة. إذن سيفونسيون، هناك CHSLD عمومية تابعة لوزارة الصحة، وهناك CHSLD سيفونسيوني مدعمة من طرف الحكومة، وهناك الحر الغير مدعم. إذن هؤلاء المتخرجين الذين سينهون دراستهم لمدة 3 أشهر سيلتحقون بهذه المراكز. أتدرون كم أصبح الحد الأدنى مش الحد الأدنى، يعني ثمن أجر الساعة الواحدة، لأن الحكومة رفعت، كانوا يتقاضون 13 دولار للساعة، 13 يا إخوان دولار الساعة، ولتشجيعهم رفعت الحكومة إلى الضعف، إنها 26 دولارا للساعة الواحدة، لأن مهمتهم صراحة كما نقول بالدارجة الله يحسن عوانهم، إنهم جنود ومحاربون ومخاطرون، يخاطرون بحياتهم في سبيل أناس يحتاجون إلى مساعدتهم. هؤلاء الأشخاص الذين سيتخرجون وينهون 3 أشهر من التكوين سيتوصلون براتب شهري
قد يصل إلى 4000 دولار. يعني إذا أخذنا 26 دولار، 26 دولار في الأسبوع، في الساعة، هم يشتغلون على الأقل 30 ساعة. وأنا أعرف كثير من الزبناء الذين يأتون للمكتب ليعملوا تصريح ضريبي السنوي يشتغلون 40 ساعة في الأسبوع. إذا نأخذ 40 ساعة في الأسبوع، 40 ساعة في الأسبوع، في الأسبوع عندهم 1040 دولار. نضرب الأسبوع في 52، لأن السنة في 52 أسبوع، ستعطينا تقريبا 4080 دولار خام بروت. اسمح 1040 في الأسبوع، تعطينا في السنة، في السنة إذا نضربها في 52 تعطينا تقريبا تعطينا 54 ألف دولار. وهذا أكثر من الدخل السنوي المتوسط للفرد الكيبيكي. الفرد الكيبيكوا الغوفوني مويان أنويال دان كيبيكوا هو 43900 دولار. 43900 دولار هو الدخل، هو دخل السنوي المتوسط للكيبيكي، أي الذي يسكن في مقاطعة كيبيك. وهذا الفرق قد خلق حزازات بين النقابة والحكومة. لماذا؟ لأنهم قالوا لهم يا إخوان، سيضطر الكثير من الناس الذين يشتغلون في مهن ولا يتقاضون هذا الأجر، سيتركون ذلك ويذهبون يتدربون يتلقون التكوين لمدة 3 أشهر، وبعد ذلك يشتغلون في هذا القطاع ويأخذون 26 دولار. أنا صراحة لو كنت وزيرا لأعطيتهم 40 دولار، لأنني رأيت، دخلت العديد من مراكز الإيواء وشاهدت كيف المساكين كيف يشتغلون بالليل. تصوروا مثلا يكون نائما، أو اسمح لي نائما، يكون جالسا بالليل ويرن الهاتف أو الزر الذي يضغط عليه المريض، ويجب أن يمدوا بكأس ماء أو يأخذوا إلى دورة المياه أو إلى آخره. فهم يشتغلون في ظروف صعبة، لذلك سماهم الناس هنا في كيبيك، يسمونهم الحراس، الملائكة الحراس، ليزونج غارديان، ملائكة الحراس. فتحية لكل بريبوزي أو بنيفيسيار يشتغل ليل نهار ويكافح ويكابد ويضحي ويعاني ويعطي ما في وسعه، حتى أن الحكومة استنجدت بالناس المعروفين هنا من ممثلين وسياسيين ليشاركوا في إشهار يشجعوا الناس على أن يذهبوا للتكوين. شعارهم هو On cherche le meilleur de toi. On cherche le meilleur de toi. نحن نبحث عن الأفضل والأحسن ما عندك. إذن الإخوان الذين يريدون أن يشتغلوا في هذا الميدان، فهو ميدان صعب. إذا أردتم أن تشتغلوا فبادروا بالتسجيل حتى تتمكنوا من بدء التكوين في هذا المجال الذي سيستغرق كما قلت 3 أشهر، وكل أسبوع تأخذون 760 دولار. وعندما تنتهون 3 أشهر التكوين ستلتحقون مباشرة بهذه المراكز HSLD، ويكون لكم راتب أسبوعي تقريبا 1040 دولار، يعني 26 دولار في الساعة، وتشغلون على الأقل على ما أظن حسب التجارب التي أعرفها عند الناس 40 ساعة في الأسبوع، وفي السنة سيكون عندكم 54040 دولار إن شاء الله. فشكرا على المشاهدة، نتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله. ومع ذلك فكما قلت سالفا في بعض الحلقات، على أن الحكومة هيئت برنامج تجريبي يسمى بروغرام بيلوت لبريبوزي أو بينيفيسيار، سيأتون بهم من الخارج الذين عندهم تجارب ويشغلون سنتين هنا، وبعد ذلك يعطونهم CSQ يعني أوراق كيبك لكي يطلبوا الإقامة عند الفيدرال، أو الذين سيشغلون الداب، يقرؤون الداب سواء أنفيرمي، يقرؤون تقريبا عام ونصف، وبعدها يذهبون يشتغلون سنة واحدة ثم يطلبون CSQ يعطونها لهم. ف
فهنيئا لهم وكما نقول يستاهلوا، الله يعطيهم الصحة، لأنهم يشتغلون كل الناس الذين يشتغلون في المرضى بدون استثناء، تحية إليهم، الأطباء، الطبيبات، الممرضون، الممرضات، هاد البريبوزي او بينيفيسيار والبريبوزيات البينيفيسيارات، نساء ورجال، صراحة لقد أبلوا بلاء حسنا. فشكرا، شكرا لكم، شكرا جزيلا، شكرا على المشاهدة، يعني حاولوا أن تتقاسموا هذا الفيديو لتخبروا به من يريد أن يعمل هذا التكوين. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.